آلام الأذن الحقيقة من الشكوى أو الشكاوى اللي بيتردد بيها بعض المرضى على عيادات الأنف والأذن والحنجرة. الحقيقة هو ألم الأذن بيبقى مؤرق في أوقات كتيرة جدا، والمريض جاي لأنه مش قادر يستحمل ودانه، أو أنه بالليل وهو نايم أو وهو طفل، حتى الأم جاية معها طفل بتقول أن الولد بالليل بيصرخ من الألم ومش قادر ينام. الحقيقة ألام الأذن على قد ما هي بتبقى مؤرقة، ولكن في أغلب الأحوال بيكون أسبابها أسباب بسيطة وأسباب حميدة، وأغلب الأوقات بيحتاج المرضى دول أن يتعالجوا بعلاج طبي دوائي. بنحب نقسم ألام الأذن كأسباب إلى أسباب موضعية، يعني المريض عنده سبب موضعي في الأذن، سواء كان في الأذن الخارجية أو الأذن الوسطى أدى إلى وجود ألم بالأذن، أو أسباب خارج الأذن، وده اللي بحب ألفت نظر المشاهدين ليه والمستمعين، لأنه في كتير من الأوقات بنفحص أذن المريض اللي جاي العيادة عشان بيشتكي إن ودنه بتوجعه، بنلاقي الودان سليمة جدا لدرجة إن المريض مش قادر يقتنع، يقول يا دكتور أنا ودني بتوجعني. لكن إحنا لما بنكشف بنلاقي الأذن ما فيهاش أي سبب عضوي يؤدي إلى الألم، فده نوع من الأمراض أو الأسباب اللي بنقول عليها للمريض إنه الألم ده من خارج الأذن بس بيسمع في الودان. من أشهر الحاجات ديت آلام الأسنان بتسمع في الودان، آلام فقرات الرقبة بالذات الفقرة العنقية الأولى والثانية والثالثة ممكن تسمع في الأذن، لكن الأذن سليمة. هو المريض جه عيادة الأنف والأذن لكن المشكلة من فقرات الرقبة، جه عيادة الأنف والأذن لكن المشكلة من الأسنان. ممكن كمان تنتج من آلام في الزور أو الحلق، وبرضه ده بيسمع في الأذن. فكرتها إنه الأذن بتشترك مع هذه المناطق الأخرى زي فقرات الرقبة وزي الأسنان وزي البلعوم، بتشترك في عصب مشترك مع الأماكن دي، فلما يكون في التهاب في الزور أو التهاب في السنان أو التهاب في الفقرات العنقية المريض بيحس الألم في الأذن، وده مهم تحديده، لأن كتير من المرضى يقعد ياخد علاج لالتهابات الأذن وياخد أنتيبيوتكس وبدون داعي. هو مهم نعرف السبب عشان يتعالج الألم بشكل دقيق. أما الجزء الثاني من مرضى ألام الأذن هما مرضى ألام أذن حقيقي، يعني المريض عنده التهاب في الأذن، وأشهر أسباب التهاب الأذن اللي بتؤدي إلى ألم شديد بالأذن لدرجة أن لما نلمس ودن المريض أو هو نفسه يجي يلمس ودنه من الخارج يجيله وجع شديد ينط منه، بنسميه jumping pain. المريض بينط من كتر الألم أو مش قادر يستحمل أنك تلمس ودنه، ده مريض عنده التهاب حاد بالأذن الخارجية، وده عادة بيكون التهاب بكتيري بيؤدي إلى ألم شديد بالأذن، وبيحتاج إلى علاج طبي دوائي بشكل جيد. بيحتاج إن إحنا ما ندخلش مية في الودان فترة معينة، وبندي المريض نقط للأذن لإزالة الالتهاب والمريض بيتحسن على طول. طبعا من الالتهابات الأخرى اللي عادة بتعمل حكة في الودان أكتر منها ألم ولكن يصاحبها بعد كده ألم في الودن، هي التهابات الفطرية بالأذن. يعني لما مريض ودنه تحكه أو تاكله يفضل بدل ما يلعب في ودانه، لأنه ده بدوره ممكن يؤدي إلى التهاب بكتيري يصاحبه ألم شديد جدا بالودن بعد كده. لكن الالتهاب الفطري دايما بيعمل أكلام في الودان وانسداد في الأذن. طب ننصح حتى المرضى لما ودانهم تاكلهم أنه يتردد على العيادة الطبية الأول، لأنه لو في فطريات نعالجها قبل ما تؤدي إلى التهاب بكتيري وما يصاحبه من ألم في الأذن. ايضا بننصح مرضى السكر بالذات ان هم ما يلعبوش في ودانهم، لانه ممكن يكون المرضى دول نتيجه نقص المناعه بيكون عندهم فطريات، ولما بيلعب في ودنه وهو مريض سكر بيعاني من التهاب شديد في الودن بسهوله عن الشخص العادي، وبالتالي بيحتاج ان احنا نديله علاج مكثف من المضادات الحيويه مع الاهتمام بالسيطره او ضبط نسبه السكر بالدم. بننصح المرضى دايما بالعلاج المبكر طبعا لأي شكوى داخل الأذن حتى لا تتفاقم أو تؤدي إلى التهاب بالأذن وما يصاحبه من آلام شديدة بالأذن.